سمك البلطي الأحمر يعيش عادة في المياه العذبة. موطنه الأصلي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. مؤسسة بالعيد لتربية الأسماك ببومرداس فضلت الاستثمار في هذا النوع من الأسماك نظرا للطلب المتزايد عليه من قبل المستهلكين وحتى المستثمرين. دوكا راهي بدات الناس ولاو يعرفوها، لو كونسوماتور دقها لقى حاجة مليحة، لقى بين السردين وتيلابيا راه ياكل الحوت كمام. لو تيلابيا إلي ريش أون أوميغا 3، لي فيتامين، لو غو ديالو مليح. كاين ناس بزاف حابو ينفيستيو جوستومون، ولات هاد العام ولات كيما نقولو لاكواكولتور، ماشي غير لاكواكولتور، سيرتو لو تيلابيا روج ولا معروف عند لي زالجيريان. ما نقولوش كامل لي زالجيريان بصح لا بلوبار دي زالجيريان ولاو يعرفوه، داقوه وحبوا يربوه ولقاو بلي ماشي حاجه صعيبه. باسكو حنايا لو كليون كيجي من عندنا يدي اون كونتيتي دالفا نزيدو نديرو لو سويفي ديالو. تتم زراعه اسماك البلطي الاحمر في الاحواض المائيه التي تستخدم فيها مدخلات متنوعه مثل المخلفات الزراعيه كالنخالة والنباتات وكذا الاسمده العضويه، كما أنها تتغذى على أعلاف ذات جودة عالية. stockage des géniteurs ou la reproduction albinage et puis كاين une ferme aquacole terrestre à Corso وين نديرو pré-grossissement grossissement et même ça dépend de la reproduction de préférence la saison estivale نديروها في Corso parce que à l'air libre le tilapia c'est un poisson robuste. يبقى هذا النوع من الأسماك ذو الجودة والمذاق المتميز منتجا ناجحا يستثمر فيه مربو الأسماك لما يتفرد به من مزايا.